عايزه للسنة ان شاء الله الجديدة؟ السنه الجايه باذن الله هتكون سنه احسن من اللي فاتت، نكمل فيها اللي كنا بنأمل فيه من 25 اللي فات، وما تبقاش الفتره طويله سنه زي اللي قبليها. ما نقعدش نقول نصبر نصبر نصبر، والوعود وعدم المسبقيه اللي هم حطونا فيها. ان شاء الله باذن الله، يعني هو احنا قطعنا نص المشوار، ربنا يكمل، ربنا يسهل ان شاء الله باذن الله النص التاني يكمل 25 الجاي، بس ان شاء الله باذن الله من غير ما يكون في خسائر في الارواح، ومن غير ما يكون في خسائر في المشاركات، وان شاء الله باذن الله هتكمل على خير باذن الله. واللي الشعب المصري عايزه هيكون، مش اي حد تاني عايزه هيكون. كل سنة طيب، ربنا متفائل، وكل سنة وكلكم طيبين. كل سنة طيب، ونتوم بالسنة بإذن الله. كل سنة طيب، وكل سنة والشعب المصري كله طيب. وطبعا المفروض الشعب المصري كله يقول له كنت سنة طيب يوم 25، ده عيد ميلادي. عيد ميلاد، عيد ميلاد سعيد، وهنيجي نعمله لك، ما تقلقش. بالتحرير، ربنا يخليك، هنقوم تكمل معانا بإذن الله. بإذن الله 25 يناير ده عيد المصريين كلهم، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله هيتحقق على الأقل جزء كبير من الأهداف اللي احنا بنتمناها 25 يناير بإذن الله.